شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول البعد الاجتماعي في الإسلام، هذا الموضوع موضوع البعد الاجتماعي يمثل أحد أعقد الموضوعات في جميع المجتمعات الإنسانية، احنا في المقدمة نلقي بعض الضوء على هذه المشكلة. الإنسان كفرد له مصالح، والمجتمع له مصالح أخرى. وعادة يوجد هنالك تناقض فيما بين المصلحتين، المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. كل واحد منا مصلحته كفرد أن يختزن الأموال التي جمعها. التاجر يذهب يستيقظ أول الصباح، يذهب إلى السوق، يكد، يكدح، تتحطم أعصابه حتى يحصل على كمية من المال.
مصلحته الفردية تقتضي أن يختزن هذا المال، ولكن المصلحة الاجتماعية تقتضي شيئا آخر. المجتمع فيه فقراء، من الذي يتكفل هؤلاء الفقراء؟ المجتمع فيه أيتام، من الذي يتكفل هؤلاء الأيتام؟ المجتمع يحتاج إلى مؤسسات، من الذي ينهض بأعباء هذه المؤسسات؟ إذن الإنسان يجب عليه أن يدفع شيئا من ماله لتأمين المصلحة الاجتماعية. هنا يوجد هنالك تناقض بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. ماذا نفعل إزاء هذا التناقض؟ هل نقدم المصلحة الفردية؟ هذا معناته تحطيم المجتمع. إذا كل واحد يفكر بهذه العقلية، بعقلية أن هذا المال مالي وأنني حصلت على هذا المال بكد اليمين وعرق الجبين، إذا كل واحد يفكر بهذه العقلية، هذا معناته تحطيم المجتمع. هل نقدم المصلحة الاجتماعية؟ الفرد لا يرضى بذلك. الإنسان يحب ذاته وينطلق من ذاته ويتمحور حول ذاته. كيف يقدم المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفردية؟ إذن احنا في الواقع امام عقدة استعصت على القانون، على عقلاء البشر. كيف نحل هذا التناقض؟ إذا قدمنا المصلحة الفردية، هذا معناته تحطيم المجتمع. إذا قدمنا المصلحة الاجتماعية، الفرد لا يرضى بذلك. ماذا نفعل لحل هذه المشكلة؟ الآن إحنا نترك القانون الوضعي في حيرته، أنه القانون الوضعي كيف حاول أن يحل هذه المشكلة، نتركه، ولكن نأتي إلى الإسلام. إحدى الحلول الرائعة العظيمة التي عجزت جميع القوانين المادية أن تقدم مثل هذا الحل للإنسان، هذا الحل الذي قدمه الإسلام هو توحيد المصلحتين. يعني أن الإسلام جعل المصلحة الفردية عين المصلحة الاجتماعية. هذان النقيضان
الإسلام وحد فيما بينهما، الإسلام جعل أحد النقيضين عين الآخر. بعبارة أدق، الإسلام جعل أحد النقيضين طريقا إلى الآخر، وهذا حل عجيب. الإسلام يقول للفرد أنت شنو تريد؟ طبعا لأمثالنا هذا، أنت تريد تأمين مصلحتك الفردية، ما في إشكال، أنا مو ضد مصالحك الفردية، تريد الثروة أنا مو ضد ذلك، تريد الرئاسة أنا مو ضد ذلك، تريد اللذة أنا مو ضد ذلك، ولكن تأمين مصلحتك الفردية يمر عبر طريق تأمين المصلحة الاجتماعية. إذا أنت تريد تؤمن مصلحتك الفردية، ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق أن تؤمن المصلحة الاجتماعية، هذا هو الحل، أو هذا إحدى الحلول التي وضعها الإسلام لهذه المشكلة. هذا مثل أنه واحد يذهب إلى البنك ويضع ماله في البنك، عندما يضع ماله في البنك، الآن ما علي بالمسألة الشرعية، المسألة الشرعية بحث آخر، ولكن أنا كلامي، أو يضع هذا المال، الآن مثال آخر، التاجر أمين يضارب معه، هذا عندما وضع المال عنده هذا في الواقع دا يأمن مصلحته، في الواقع دا يضمن مستقبله، في الواقع دا يضمن مستقبل أولاده. هذا مو صحيح أنه واحد كل ما جاءه من المال يصرف هذا المال كما نفكر نحن كثيرا. هذه رواية عجيبة، أنه رجل جاء إلى الإمام صلوات الله عليه وقال إني بعت بيتي وحولت بيتي إلى نقد. الإمام نهاه عن ذلك، قال لا تفعل هذا العمل، لأن البيت باقي بينما النقد يذهب، البيت شيء باقي، أما واحد بيد النقد باع بيته، وهذا البيت يروح، هذا النقد يروح. إذن هذا تفكير خطأ، أنه واحد يقول هذه الأموال بيدي، ألاحظ الوضع الحاضر وأبذل هذه الأموال وأصرف هذه الأموال، لا، أكو مستقبل، إحنا إلنا مستقبل، بكرة واحد صار شايب، بكرة واحد عنده أولاد، بكرة أكو هنالك احتمالات مخاطر مستقبلية، كيف أضمن هذا المستقبل؟ بأن أضع هذا المال عند تاجر في بنك مثلاً، هذا المال يمثل ضمان للمستقبل. إذن في الواقع الذي يضع المال في البنك أو عند تاجر، هذا ضمن مستقبله، مو هالشكل؟ هذه المعادلة بذاتها موجودة في المسألة الاجتماعية. الإنسان الذي يعطي مالاً للفقير، قبل كم يوم كنا في مكان كانوا يتحدثون عن ميت، واحد ميت من مدة وأنا لا أعرفه جيداً، كانوا يقولون هذا ما كان يعطي دينار ودينارياً للفقير، هذا كان يعطيه بيتاً، بيت يطيله،
يبني له بيتا. في الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هذه القضية ربما لم تذكر في تاريخ أي أحد، يعني أنا ما سامع من أي خطيب وما شايف في أي كتاب أنه رجل على مر التاريخ كانت له مثل هذه الصفة. الإمام المجتبى صلوات الله عليه كريم أهل البيت، ذكروا في أحواله أنه كان إذا أعطى فقيرا أغناه. هذا شايفين حتى في حياة حاتم الطائي، أغناه يعني يخرجه من حالة الفقر إلى حالة الغنى. هذا ادخار في الواقع. الإنسان دا يأمن مستقبله بهذا العطاء. إذن في الواقع كما أن الإنسان الذي وضع ماله في البنك هذا أمن مستقبله الشخصي. الإنسان الذي أعطى ماله للفقير أمن مستقبله الشخصي. لذلك أكو في التاريخ أنه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جاءه فقير، إحنا عندما فقير يجينا عادة كثير منا مثل واحد دا يتلف ماله يلقي ماله في البحر هالشكل، فتشي واحد يعطي، أو إذا جاءونا لمشروع خيري واحد بصعوبة يعطي هذا المال كأنه هذا المال راح. لا، هذا المال هو الذي بقي، المال الذي بذلناه للأكل والشرب والسفر هو الذي ذهب وهو الذي تلف راح. أنا صرفت نفسي وجهدي وأعصابي وعقلي وفكري لتحصيل هذا المال، هذا المال تحول إلى شنو؟ إلى طعام وانتهى. هذا هو الذي ذهب. المال الذي جعل الإنسان به مسجدا هذا هو الذي بقي، هذا هو الباقي. المال الذي جعل الإنسان به حسينية هذا المال هو الباقي. الإنسان هو باقي، لا يصرف الفاني لأجل الفاني، وإنما يجب أن يفكر أن يصرف الفاني لأجل الباقي. الإمام السجاد صلوات الله عليه عندما كان يأتيه فقير كان يقول له مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. أنا عندي مال أريد أحافظ على هذا المال، كيف أحافظ على هذا المال؟ ما هي الطريقة لذلك؟ هذا الفقير يمثل الضمان، هذا دا يأخذ هذا المال يحفظه في يوم اللي أنا أحوج ما أكون إلى هذا المال يأتي ويعطيني هذا المال أضعافا مضاعفة. واحد يبني مسجد بمائة ألف دينار، بخمسين ألف دينار، بستة آلاف دينار، اللي هذا العمل من موظف عادي يمكن أن يقوم بهذا العمل، ويبقى له هذا المسجد إلى النهاية. هذا تضييع أو ادخار؟ هذا ادخار. مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. إذن إذا واحد يريد تأمين مصلحته الفردية الحقيقية، مو هذه المصلحة الفردية الخيالية الوهمية الفانية، يجب أن يفكر في هذا المنطق.
طريق تأمين المصلحة الفردية الفقير، المسجد، الحسينية، الكتاب، المشاريع الخيرية، هذه طريقة التأمين. هذا المنطلق الذي الإسلام جعله في نفوس المؤمنين، نشوف حقيقة في التاريخ، في الماضي، في الحاضر، نشوف مواقف عجيبة. هذه المواقف نابعة، يعني جزء الأشياء التي تقف خلف هذه المواقف، هذه الروحية، هذه النظرة، أنه واحد دا يؤمن آخرته، دا يؤمن حياته الباقية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عندنا واحد من علمائنا هذه الظاهرة تكررت كثيرا، واحد من علمائنا يقال له القمشي، عالم كان يعيش في إيران، هذا كان ثريا في شبابه، لعله ترك ورثها من والده. أنا ما أقصد هذا المثال بحرفيته، أنا أقصد هذه الروحية. ذكروا في أحواله أنه حدثت هنالك مجاعة في إيران، مجاعة قبل حوالي 130 عام، مجاعة. هذا الرجل ذكروا أنه باع جميع أملاكه، هذه كلمة نقولها، ولكن عمل جدا شاق، باع جميع أمواله كلها، باع وأعطاها للفقراء والمساكين. وذكروا في أحواله أنه عاش فقيرا إلى آخر حياته. هذه الروحية تجدونها في مكان آخر، في دين آخر، في مبدأ آخر، أنه واحد ثري يبيع كل أمواله ويعيش فقير إلى آخر حياته. أكو؟ بل في الإسلام أكو. أحد علمائنا الآخرين السبزواري رحمة الله عليه ذكروا أنه كانت له أملاك موروثة من أبيه، في شبابه كان عنده دكاكين ورثها من أبيه، كان في مشهد المشرف، باع جميع دكاكينه وأعطى ثمنها للفقراء في بداية شبابه. في أخريات أيام حياته ذاكرين أيضا أنه باع جزءا من أملاكه وأعطى ثمنها للفقراء. فواحد قال له أنه ليش ما بعت البعض الآخر أيضا وعشت فقيرا مثل الفقراء؟ فقال أنا أرضى أنه أعيش فقيرا كالفقراء، ولكن أولادي ما يرضون بذلك، أنا هذا البعض الثاني خليت لأولادي. هذا نموذج. هذه النماذج كثيرة في التاريخ القديم، في التاريخ الحديث. قبل فترة جاءت امرأة هنا وقالت
أنه أنا كل ما أملك 6,000 دينار وأنا أريد أبني مسجد، هذا يبقى لي، فهل يمكن ذلك؟ فقلت لها نعم ممكن، واحد يبني مسجد يبقى 100 عام 200 عام أقل أكثر ب6,000 دينار، ولكن أبقي شيئا لأولادك، أولادك أيضا لهم حق، شوية خلي لله وشوية خلي للعائلة. قالت لا، أنا أريد كل هذا المال أبذله في سبيل الله. أنا كررت عليها وأكدت عليها أن تضع شيئا لأولادها لذريتها، ما قبلت، وبالنتيجة بعثت هذا المبلغ إلى إحدى البلاد الإسلامية وبني لها به مسجد. هذه روحية عالية، أنا لا أقصد هذه الروحية بحرفيتها، أنا ما أقصد أنه واحد لا يبقي شيء لأولاده، لا، أولادهم لهم حق، ذرية أيضا لهم حق، ولكن هذه الروحية، هذه النظرة تجعل الإنسان كما يفكر في حاضره يفكر في مستقبله أيضا. الناس يوم القيامة كلهم يأتون، ولكن المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. اللي بنى بيت في هذه الدنيا يستظل تحت ظل هذا البيت، اللي بنى مسجد يوم القيامة أيضا يستظل تحت ظل هذا المسجد. أتحدث باختصار عن بعد آخر من هذا الموضوع. البعد الآخر، إحنا نضمن مستقبلنا، نضمن، أكو ضمان، ماكو ضمان. أحد الملوك حارب البلاد المجاورة، وأسر في هذه الحروب 4 من الملوك، ملوك البلاد المجاورة. الإنسان عندما يكون عنده ثروة أو ملك أو عيل يصير عنده نوعا ما حالة من الغرور في كثير من الأحيان، حالة من الكبرياء الاستعلاء. أخذ هؤلاء الملوك، كانت إلى عربة ملكية، العربة شايفيها ربما، الملك أو الإنسان المالك يقعد في العربة، وأمام هذه العربة أكو هنالك دابة تجر هذه العربة، فأخذ هؤلاء الملوك وربطهم في مقدمة العربة إذلالا لهم وتنكيلا بهم، وجلس في العربة، قال امشوا، أخذوا يمشون ويجرون هذه العربة. الملك الغالب المنتصر لاحظ أنه أحد هؤلاء الملوك يطيل النظر إلى عجلات العربة، هاي العجلات الخلفية، فألفته هذا المنظر، توقف، قال له لماذا تنظر إلى هذه العربات؟ قال أنا دا أفكر أشوف هذه العربة وهذه العجلة، العجلة فيها أسفل وفيها أعلى، ولكن هذا الأعلى يبقى أعلى وهذا الأسفل يبقى الأسفل، لولا هذه الحركة تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى.
هسه احنا الان في مثل هذا الوضع، ولكن الوضع لا يدوم. انا دا افكر في هذا الشيء. الملك انتبه، قال له: صدقت، انا مع الان ملك وجالس فوق العربة، واربعة من الملوك دا يجرون هذه العربة، ولكن المستقبل كيف يكون؟ مو معلوم. ثم أمر بإطلاق سراحهم جميعا، قال أطلقوهم. يوم من الأيام واحد يكون ملك فوق سرير الملك والسلطنة، يوم من الأيام والعياذ بالله يضطر إلى أن يجر عربات الملك. أحد الإخوة البارحة أو أول البارحة كان ينقل لي، كان يقول كان هنالك في هذا البلد رجل محترم كنت أعرفه، يعني هو كان يقول كان يعرفه، ينقل القضية عن واحد يقول: كنت رايح إلى إحدى العتبات المقدسة، ثم طلع من هذا البلد، يقول بقرب الحضرة شفت رجل قاعد بالليل، وربما كان ليل متأخر، تعجبت، قاعد في مكان في زقاق مثلا قرب الشارع قاعد هالشكل، فباوعته شفت: ايه هذا فلان اللي كنا نعرفه رجل محترم. فاجيت سلمت عليه قلت له: ليش قاعد هنا؟ قال: في الواقع الزمان دار بي، أنا في يوم من الأيام كنت محترم، كانت عندي ثروة، الآن ما عندي شيء أنا، وأنا في الواقع دا أفكر الليلة كيف أرجع إلى بيتي، وبأي وجه أقابل زوجتي وأولادي، ما عندي شيء، جوعانين بالبيت. أنا فكرت أقعد هنا إلى أن ينامون، إلى أن يناموا ثم أذهب إلى البيت، لأن ما عندي وجه أدخل على زوجتي وأولادي، وأنا ما عندي شيء في إيدي. هكذا يدور الزمان، وهكذا تدور الأيام. أكو ضمانة؟ نعم أكو ضمانة. هذه الضمانة فيها جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي تشير إليه الآية الكريمة، والجانب الإيجابي يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث الذي ذكره بمناسبة شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: وتحننوا على أيتام الناس. يتحنن على أيتامكم. واحد يفكر في مستقبله، في مستقبل أطفاله، في مستقبل أولاد، شنو يكون مستقبلهم؟ واحد ما يدري حقيقة، باللحظة واحدة كل شيء يتغير، باللحظة كل شيء يتغير. شفنا احنا في حياتنا القصيرة شلون أن الدهر كما يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وفحش تقلب الدهر. فد مرة يتغير باللحظة واحدة، وفحش تقلب الدهر، يعني تقلب فاحش. تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. إذا واحد يريد يضمن أولاده من بعده يخاف على مستقبل أولاده، خلي يتحنن على أيتام الناس. وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم. بالنتيجة واحد إلى أولاد إلى أحفاد، هذا ضمان.
الآن هنا في هذا البلد لجان خيرية أكو كفالة الأيتام، واحد يتكفل 10 من الأيتام، 20، 100، 200 بمقدار ما يتمكن، هاي ضمانة. هذا البعد الإيجابي. والبعد السلبي هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا واحد ظلم أيتام الآخرين في يوم من الأيام يظلم أولاده أيضا. هذه قضية حتمية، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مو أنه شفت هذا ضعيف، هذا فقير، هذا ما عنده واحد، واحد يتخاشن وياه في الكلام، واحد ينهره، لا. هاتان ضمانتان: البعد الاجتماعي، الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، هذا لازم يكون جزء برنامج الإنسان، يشكل ضمانتين. الضمانة الأولى ضمانة للحياة الحقيقية وهي الآخرة، والثاني ضمانة للمستقبل. أنا أختم حديثي برواية واحدة، هذه الرواية حقيقة رواية عجيبة، تبين بعدا ثالثا من أبعاد هذا الموضوع. الرواية في من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. يقول الراوي: كنت جالسا عند الحسن بن علي الإمام المجتبى صلوات الله عليه، فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، يطلبني، أنا ما عندي مال، هذا يريد يأخذني يحبسني، وهذا حرام من الناحية الشرعية. إذا واحد اعطى تشيك بلا رصيد، بس اعطى تشيك، الآن ما عنده، أنا أرفع عليه دعوة وألقيه في السجن، إذا ما عنده هذا حرام، ما إلي حق أضغط عليه أنه يبيع بيته أو يبيع الأشياء اللي تعتبر من مؤونته ومن شؤونه، ما عنده بقى. أحد الإخوة ذكر لي أنه قبل أشهر، الآن في الدنيا في هذا البلد، في بلاد أخرى أكو ألوف المساجين متداين، الآن ما يقدر. قال: أنا ذهبت وبحوالي مبلغ واحد، قال لي: أكو هنالك 60 سجين، أرباب 60 عائلة، دول مديونين ما عندهم. قلت: كم يكلف؟ قال: مبلغ كذا، يعادل حوالي 350 دينار في بلد ثاني. يقول: أنا أعطيت هذا المبلغ وأنقذوا كلهم بحوالي 350 دينار، أدخل السرور في قلب 60 عائلة بهذا المبلغ الزهيد. إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني. فقال الإمام: والله ما عندي مال فأقضي عنك، أنا ما عندي شيء، ما عندي، وحلف له. قال: فكلمه. اجى للإمام قال: أنت كلمه حتى لا يلقيني في السجن. واحد يصير واسطة يذل، يشعر بالإذلال، تعال روح اطلب من هذا، روح إلى بيته، حاضرين نسوي هذا العمل؟ لا، كثيرا ما، لأنه واحد يشعر بالذلة، يشعر بالمنة، أحيانا يراد، أحيانا ماء وجهه يراق. ولكن الإمام ما كان يفكر بهذا المنطق. قال الرجل: فكلمه. فورا الإمام فلبس عليه السلام نعله وقام حتى يروح لكي يكلم ذلك الطالب الدائم، أنه لا تضغط عليه. فقلت له، أنا الراوي
اللي كنت أشاهد هذا المنظر، يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ أنت معتكف، كيف تترك الاعتكاف وتذهب خارج المسجد؟ فقال عليه السلام: لم أنس، ولكني سمعت أبي، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه. إذا واحد إجى عنده حاجة، أنتم سعيتوا لهذه الحاجة، فكأنما عبد الله عز وجل. كم إحنا في السنة كم ليلة نحييها بالعبادة؟ يمكن 3 ليالي، ليالي القدر، وكم نشعر بأننا أدينا عمل مهم، وفعلا هو عمل مهم. ولكن من سعى في حاجة أخيه فكأنما عبد الله عز وجل 9000 سنة، صائما نهاره قائما ليله. هذا الثواب، حاجة واحدة، هذا الثواب العظيم الذي جعله الإسلام للاهتمام بأحوال المجتمع. إحنا هذا الشيء يجب علينا أن نحاول أن ندخله في برنامج حياتنا، الاهتمام بشؤون الآخرين. حيث أنه أيام عيد الفطر قادمة، نذكر بعض المسائل المختصرة حول زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تجب على كل إنسان غني. نحن الحمد لله غالبا أغنياء. الغني يعني من يملك مؤونة العام، هذا غني يعتبر. الإنسان اللي يملك مؤونة العام يعتبر غني، ويجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله. هل هنالك فرق في العيال بين أن يكون صغير أو كبير؟ لا. هل هنالك فرق أن يكون مسلم أو كافر؟ لا. هل هنالك فرق أن يكون رجل أو امرأة؟ لا. كل من يعيله الإنسان، حتى إذا خدامه كافرة في بيته يعيلها، يعني يتكفل شؤونها، يجب عليه أن يدفع فطرتها أيضا، صغيرا كبيرا، رجلا امرأة، مسلما كافرا. هل هنالك سعر محدد للفطرة؟ الجواب كلا. الفطرة حوالي 3 كيلوات عن كل واحد. إما واحد يدفع 3 كيلوات حنطة أو شعير 3 كيلوات، أو تمر 3 كيلوات، أو زبيب 3 كيلوات، أو تمن 3 كيلوات عن كل واحد. هل يجب أن يدفع أعيان هذه الأشياء؟ لا، وإنما يتمكن أن يدفع القيمة. القيمة، قيمة هذه الأشياء أيضا ما فيها إشكال. هل يمكن المبادرة الآن إلى دفع زكاة الفطرة قبل حلول يوم عيد الفطر؟ الجواب في رأي كثير من العلماء أنه يمكن أن يدفع زكاة الفطرة من بداية شهر رمضان. من بداية الشهر يتمكن أن يدفع الفطرة. فالآن إذا واحد يريد أن يدفع زكاة الفطرة للفقير لا إشكال في ذلك، في رأي كثير من العلماء.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الطاعات والعبادات، وأن يجعلنا من المرحومين في هذا الشهر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.